حتى نكون عند اصنام الزائنه مستمرين في ذلك بالتوجيهات الساميه لصاحب الجلاله الملك محمد السادس حفظه الله وفي خدمة المواطنين والمواطنات. شعارنا قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. وشعارنا قوله تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون والله الموفق. والسلام عليكم. سيد الرئيس المحترم، سيدات السادة المستشارين المحترمين، بداية اسمحوا لي باسم الفريق الاستقلالي بمجلس مدينة فاس أن أتقدم بالتهاني للأخ رئيس السيد إدريس أزامي على هذه الثقة التي حظي بها من طرف مجلسنا الموقر. واسمحوا لي ان اؤكد ان الفريق الاستقلالي قرر ايمانا منهم بخدمه هذه المدينه المقدسه وبتنميه هذه المدينه وللسير على النهج القويم في اتمام المشاريع التنموية التي بدأها المنتخبون والمجالس والمجلس السابق، وإيمانا منا كذلك بتنمية المدينة فيما يخص مستقبلها وفيما يخص الثقة التي حظي بها السيد الرئيس وفريقه من طرف ناخب هذه المدينة من أجل استثمار أمني في هذه المدينة، من أجل جلب الاستثمار ومن أجل التشغيل ومن أجل عدة نقاط في برنامجه. نقول له باسم الفريق الاستقلالي أننا سنكون إيجابيين معكم، سنصوت دائما على كل المشاريع الإيجابية، سنكون دائما بجانب ما هو فيه الخير لهذه المدينة. ونقول لكم كذلك أن الفريق الاستقلالي سيكون رهن إشارة وسيقوم بواجبه الذي يبني عليه ضميره وأصوات المواطنين التي حققها للعمل سويا من أجل هذه المدينة ومن أجل إنقاذ نور هذه المدينة ومن أجل إشعاع هذه المدينة. فمرة أخرى نقول أننا صوتنا بإيمان وصوتنا من أجل المستقبل، وسنكون دائما لن نكون غوغائيين أبدا، سنعارض لما نرى المسائل تخرج عن النطاق الصحيح، وسنكون سنصوت بالإيجاب وسنساهم في المناقشة وفي الاقتراح عندما تكون الأمور في الطريق السوي. شكرا جزيلا.